لو حصل خطأ في استخدام الدعاء كيف يتم التعامل؟ هو الحمد لله ان ما بيحصلش مشاكل بالمفهوم، بس المريض نفسه بيبقى متأذي ان هو مش عارف يستعمل الحاجة دي. يعني دعاء مرنة مش عارف استخدامها ازاي، كان مركب حاجة يقول لك مش عارف استخدمها ازاي، دعاء هيدروليك يقول لك مش عارف برضو استخدمها ازاي. فهي الفكرة فكرة ان هو بس هتؤثر عليه في ان هو مش عارف يستخدم الجهاز، لكن لم تؤثر عليه بالمفهوم انها تضره مثلا او هيحصل منها مشاكل او تنى مثلا تانيه جامده يقوم دعامها هتتكسر او نفخ البالونه غلط هتفرقع، ولا الكلام ده بيحصل خالص. ده مجرد بس ان احنا نطمنه ان هو كيف يستخدمها الاستخدام الذي يؤدي الغرض منها، وهو ان يحدث انتصاب يحقق لي ما فعلته من اجل الجراحه.